أهلا بيكم في كورس شبكات الحاسبات والمعلومات، معاكم المحاضر دكتور محمد عدلي. الهدف من وراء تقديم الكورس ده إننا نؤهل المبتدئين أو حتى اللي عندهم خلفية عن شبكات الحاسبات ومستواهم intermediate إنهم يبقوا محترفين في مجال شبكات الحاسب. الكورس بيغطي الخلفية الأكاديمية الأساسية المطلوبة لأي حد بيبتدي طريقه في شبكات الحاسب أو ابتدى طريقه بالفعل وعايز يصل إلى المستوى الاحترافي في مجال شبكات الحاسب. الكورس بيقدم الخلفية من حيث المفاهيم الأساسية وكمان من حيث الأدوات العملية اللي هنشتغلها بإيدينا من خلال الكورس علشان تقدر تبني شبكة من الأول أو تدير شبكة موجودة بالفعل أو تقدم الدعم الفني لشبكة موجودة ومبنية بالفعل. الكورس بيقدم البرمجيات والأوامر المطلوبة، بيقدم شرح لكل الخلفية النظرية المطلوبة، كمان بيقدم طرق عمل لاختبار وطرق حل مشاكل للشبكات المبنية واللي موجودة بالفعل واللي مطلوب من محترف الشبكات ان هو يكون قادر على التعامل معاها. انا دكتور محمد عدلي، حاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات والالكترونيات سنة 98، حاصل على دبلومة في شبكات الحاسبات سنة 99، حاصل على ماجستير شبكات الحاسبات سنة 2005، وحاصل على درجة الدكتوراه في شبكات الحاسبات سنة 2014. بشتغل في التدريس مما يقرب من 20 سنة في مختلف الجامعات وفي مختلف المواقع عبر الإنترنت. كمان أنا سيرتيفايد كمحاضر من شركة ديل كارنيجي، كمان حاصل على 4 شهادات في مجال تأمين المعلومات من شركة سانز العالمية. الكورس بتاعنا هيكون مقسم إلى 4 سيكشنز. السكشن الأولاني هيكون المحاضرة الأولى فيه مخصصة لتعريف ما هي شبكات الحاسبات والعناصر الأساسية المكونة ليها. المحاضرة التانية هتتناول طرق توصيل شبكات الحاسبات والفرق بين كل طريقة توصيل والتانية ومزايا وعيوب كل طريقة توصيل. المحاضرة التالتة هتتناول فئات وأنواع شبكات الحاسبات من حيث المساحة الجغرافية، من حيث طرق إدارة شبكات الحاسبات. المحاضرة الرابعة هتتناول الأجهزة والخدمات اللي ممكن نلاقيها على شبكة حاسبات والفرق بين كل جهاز وآخر وكل خدمة وأخرى. المحاضرة الخامسة هتتناول الأوساط الناقلة أو الترانسميشن ميديا اللي ممكن تستخدم لنقل المعلومات في شبكات الحاسبات، وطبعا هتنقسم إلى أوساط سلكية وأوساط لاسلكية، وايرد ووايرلس. السكشن الثاني هنتناول فيه الموديل الشهير اللي عملته مؤسسة ايزو واللي سمته او اس اي موديل، واللي قسمته الى 7 لايرز او الى 7 طبقات لتوضيح المفاهيم من شبكات الحاسبات. في المحاضرة الثانية هنتناول ال3 طبقات العليا الاولى من ال7 لايرز دول، وهنتناول بالتفصيل الابليكيشن البريزنتيشن والسيشن لايرز. في المحاضرة الثالثة هنتناول الفرق بين الترانسبورت والنتورك لاير ووظيفة عمل كل واحدة فيهم وليه هما أهم 2 لايرز أو أهم طبقتين في ال7 طبقات اللي احنا بنتكلم عنهم. في المحاضرة الرابعة هنتناول أول طبقتين من تحت في ال7 لايرز دول، وهما الديتا لينك لاير والفيزيكال لاير طريقة عملهم وأهميتهم بالنسبة للسيفن لايرز. في المحاضرة الخامسة هنلقي نظرة على تفاعل وتعامل الايزو او اس اي موديل مع بعضه، وهناخد لقطة للايزو او اس اي موديل ده لحظة ارسال واستقبال البيانات. في السكشن الثالث هنتخصص في التي سي بي اي بي بروتوكول سوت، وهنخصص المحاضرة الاولى فيه لتقدمة هذا البروتوكول ولتوضيح معنى كلمة بروتوكول في عالم شبكات الحاسبات. في المحاضرة الثانية هنتعامل مع عنوان الاي بي او الاي بي ادرس، وهناخد بالتفصيل الوظيفة اللي بيقوم بيها الاي بي بروتوكول. في المحاضرة الثالثة هنفرق بين 2 بروتوكولز مهمين جدا في عالم الشبكات، وهما التي سي بي واليو دي بي بروتوكول، وامتى بنستخدم كل واحد فيهم وايه فايدة كل واحد فيهم وميزته وعيوبه عن الاخر. في المحاضرة الرابعة هنستخدم
البروتوكولات التطبيقيه اللي موجوده في الطبقات العليا من التي سي بي اي بي، واللي بتقدم لنا خدمات الايميل والبراوزنج وغيرها. في المحاضره الخامسه هنجرب بايدينا الاوامر والادوات اللي بيوفرها لنا التي سي بي اي بي لاختبار التوصيل داخل الشبكه، لعمل اختبار الوصلات اللي قايم بيها الجهاز بتاعي مع الأجهزة الأخرى على الإنترنت، لاكتشاف معلومات عن الشبكة اللي أنا موجود عليها، ولمعالجة المشاكل للشبكة اللي أنا موجود عليها من خلال أوامر البروتوكول المسمى بالتي سي بي آي بي. في السكشن الرابع والأخير هنتخصص في الشبكات اللاسلكية، هنعرف ليه بنلجأ للتكنولوجي اللاسلكية في توصيل الشبكات والفوائد من ورا ده. في المحاضرة التانية هنتخصص في أنواع الشبكات اللاسلكية المختلفة والفرق بينها من حيث الحيز الترددي ومن حيث المساحة المغطاة. في المحاضرة التالتة هنخصص نفسنا في الواي فاي، أشهر نوع من الشبكات اللاسلكية في نقل شبكات الحاسبات والمعلومات، وهنعرف أنواع الواي فاي ومدى تطوره وسرعة البيانات اللي يقدر ينقل بيها المعلومات. في المحاضرة الرابعة هنعرف أجهزة الاتصال اللاسلكي على شبكات الحاسبات والمعلومات، وأشهرها طبعا جهاز الأكسس بوينت. في المحاضرة الخامسة والأخيرة هنعرف بعض المشاكل والمثالب والمعوقات اللي ممكن نقابلها في شبكة وايرلس، واللي أشهرها طبعا المشاكل اللي في الشبكات اللاسلكية المتعلقة بأمن المعلومات. مرة تانية الكورس أساسي وضروري لأي حد بيبتدي أو أي حد عايز يرتقي بمستواه في مجال شبكات الحاسبات والمعلومات. أشوفكم داخل الكورس. شكرا.